خرجنا اليوم باش نأيدوا القضية الفلسطينية، قضية الأم، يعني شعب يعني يباد على مرأة ومسمع من العالم الحر الذي يسمي نفسه حر، أين هي يعني حقوق الإنسان؟ يعني أغلبية ضحايا تاع المجازر اللي ارتكبها إسرائيل هي الأطفال والنساء، أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي المنظمات التي تتغنى بالحرية وحقوق الإنسان؟ طالب الغير بكسر الحصار على إخواننا في غزة، لا معكل ولا مشرب ولا كهرباء، فأين أنتم؟ أين عزة الإنسان المؤمن؟ أين عزة الإنسان المؤمن العربي؟ لما ترى أطفال غزة والنساء كيف يقصفون، العين تدمع يا الأخ والقلب يتأثر. نطلب من رؤساء الدول العربية التحرك عاجلا، التحرك وردع هذا العدوان على إخواننا الفلسطينيين في غزة. بعد المجزرة اللي حضرناها وشفناها تاع فلسطين واللي ماتوا فيها الشهداء وللأرواح تاعهم عند ربي وإن شاء الله الجنة، حنا واقفين مع فلسطين حتى الدقيقة الأخرى ونضامنوا معها بالشي اللي قدرنا عليه، والحمد لله. وفري فلسطين from the river to the sea.